تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية شكر من سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. هذا نصها: سيدي صاحب السمو الملكي الوالد العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه رئيس الوزراء الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببالغ الاعتزاز وعظيم التقدير، فقد تلقينا برقية سموكم المهنئة بتخرج الابنة العزيزة سمو الشيخ منوى من جامعة لندن البريطانية بنتائج مميزة ومشرفة وبتفوق عال، عكست ما تمتلكه من عزيمة وإصرار في تحصيل العلم لخدمة وطنها وقيادتها، وذلك كله بفضل الرعاية الكريمة التي نحظى بها من لدن سموكم والدعم والتحفيز المتواصل الذي حظيت به الابنة العزيزة سمو الشيخ منوى من سموكم أيدكم الله. إن من نهل من المدرسة الكبرى التي تمثلونها سموكم في الوطنية والبذل والعطاء من أجل الوطن محصن بعزيمة لا تعرف الكلل لرفع اسم وطنه في المحافل والجامعات والحرص على الحفاظ على ما يتميز به أبناء وبنات البحرين من حب للعلم والمعرفة. والله نسأل أن يحفظ سموكم ويديمكم ذخرا وسندا وعزا لنا ولأبنائنا ولشعب البحرين قاطبة، وأن يمتعكم بتمام العافية ودوام الصحة وطول العمر لمواصلة مسيرة الخير والبناء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنكم المخلص علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.